عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة مع العهد الأردني الملك عبد الله الثاني، تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر، واستعرض الزعيمان حرس الشرف. رائد احمد رابر حافظ نوري عرف شرف جاهز من الجيش المصري.